كتاب أثر فيه كتير، وفي يقول إنه كتاب مش بس صور، فيه كتير يعني معلومات ورح نحكي فيها كمان. ليه اخترت انك وهذا بدي اقول انه في ناس كتبت عن حياه القديس شربل، وفي كتب مقدسه عنه من اخواني كتبوها، انت اول مصور تعمل كتاب عن مار شربل، صوره واكيد نص. ليه؟ شو اللي دفعك انك تعمل كتاب عن القديس شربل وبهالطريقه؟ دي شربل قصته قصة من زمان، بس أنا بحب دايما إنه يكون عامل شيء مميز ما حدا عامل منه. يعني وقت بلشت بكتاب الحجر صورت كل بيوت لبنان، وبخصوص مار شربل هو كان أكثر ندر، كان أكثر إنه وقت عملت وادي القديسين الكتاب قعدت بالأرض بالوادي فوق 3 4 أشهر، وصار في عندي كتير هيك بعد أكثر تقربت اذا بدك من الله ومن الخبريات كلها اللي موجوده بالقديسين وبالنساك وبالهاي. ومار شربل كان له محل معين، لانه انا وصغير كان والدي طلعنا على مار شربل، لانه كان اول قديس من لبنان، وبتعرف قديش كان عنده اهميته كبيره وبقيت معلقه شيء. يعني على طول انا عندي مشاوير دويمه على عند على عنايه وعلى بعكفره، وحبيت انه يكون في كتاب بس مصور لاول مره بتاريخ من 120 سنه لهلا صار له مار شربل. اول كتاب يكون فوتوغرافي عن مسيرته من ضيعته لما حبسته للاديره اللي قطعت فيها لكل هدول، لانه حلو تمشيهم اللي عايشون. مزبوط. واذا بلشت فيهم تعلقي صح، واللي بيقرا الكتاب ومنه لبناني لنقول ومنه جاي بعد زاير بحس حاله خلص كانه فات وزار وعرف تاريخ هالقديس وفات على عائلته على اهله على بيته على محبسته. يعني في كل هالمسيره. الكفر تبع الكتاب رائع جدا، وكثير تاثرت وقت عرفت قصه هالمنحوته اللي هي الفنان ميشيل صقر، واللي بيخبر فيها انه كان عم بيعمل قوالب عده يعني شخصيات وقديسين، ولكن وقت اجى تيشيل تبع الثالث نهار تيقلب وجه القديس شربل شافه مشقق، وكانت له كانه رساله من القديس شربل. ليه نقيت يعني مع انه هيدي مش تصويرك، هيدي منحوته، ليه نقيتها تكون اغاث غلاف كتير؟ لانه مميزه اول شيء، بعدين ميشيل صقر الفنان بيكون ابن خالتي. في هو كمان علقني والله الموهبه بالعائله. نعم، نحات ميشيل صقر كمان هو من الاشخاص اللي وجهني كثير لحتى اخلص الكتاب، غير انه جماعه الكاسليك كمان كثير ساعدتني. نعم. وبير لويس سماحه كمان كان من الاشخاص اللي راعيوا هالكتاب بكل بتقدم لهم هالكتاب للجنة كله 100%، وكل الجامعه اشتغلت، وهو تكستات 3/4 كانت من موسوعة عاملينها الكاسليك. نعم. عن الرهبانية، عن أضواء رهبانية 300 سنة عن الرهبنة المارونية اللبنانية، فأكيد نعم. مأخوذ تكستات منه ومأخوذ أرشيف بلاك أند وايت ما كنت خلقتها. نعم، شوف صور قديمة جدا. من وين هالصور؟ يعني من أي أرشيف؟ من أرشيف الكاسليك، من أرشيف الجامعة. هذا الكتاب الأضواء الرهبانية أكيد من أرشيف الأديرة. نعم. هلا التصميم كان انا والتركيب انا، بس اكيد كانت مساعده عدة اشخاص. بتقول انه اليوم المقابله حصريا لهذا الكتاب اول مره بحكي عنه لانه بعده جديد جدا، وهذا بيشرفنا من منبر كتاب انه نحكي عن كتاب رائع عن القديس شربل. بنشوف انه مجد لبنان اعطي لسيده لبنان للقديسين لبنان، وبنعرف كمان انك قدمت هالكتاب لعدد من الرهبان والاخوان. لاي مدى ريمون ايمانك هو اللي بيخليك تنقي الموضوع اللي بدك تحكي عنه وبينجحك بمشروعك؟ لكن الايمان هو اهم شيء بالدنيا، بعد كل شيء انا اهم شيء هو الايمان.
وهيدي قصه الكتب عم بعمل انا موسوعه عن قديسين لبنان، هذا اول كتاب عم بيطلع بس لاحق كان كل شهر عن القديسين البقيه حينزل ان الله راد عن القديسين السبعه اللي طلعوا من لبنان، كل واحد عنده كتابه الخاص والدير تبعه. فهيدي مثل اذا بدك رساله رح تكون موسوعه بتطلع ماكسيموم بعد سنه سنه ونص، بيكون صار شيء سبع كتب تبع هدول القديسين. يعني عم تشتغل سريعا ولكن بكل قوتك، يعني انت قلت لي كتاب مرشبل اخذ معك سنه ولكن سنه يعني ما عملت شيء ثاني غير هيدا الكتاب. يعني هلا انا راد على راس السنه طالع كمان كتاب جديد هو عن مرمطانش اسحية وعن الديس اللي طلع منه وبعدين عن كشيفين وعن رفقه وكل هدول رح يصيروا. طيب عندي سؤال، شو شعورك ريمون وقت تجي وتصور؟ يعني بنعرف انه حضرتك عملت البرمه الكبيره والطويله لتصور حياه مرشربل من بيته بكفيفين اوكي وبعدين بكفيفين وبعدين بعناية برمت كل البرمة والاهله جبت يعني صور قديمة عن بيه وامه ابن خالته اللي عايش اخر واحد بالبيت. شو شعورك وقتها بتصور هالامور او وقتها بتجي بتحطهم بهذا الكتاب؟ قد ايه بتحس حالك قريب عن هالقديس؟ هي وقتها بلشت مسيرة التصوير تبع هذا الكتاب هو تحمست زيادة لأنه حلو تمشي على كل خطوة، ليه سميته هيك أنا على خطى مرشربة؟ لأنه فعلا بنفتح أبواب تلقائيا، يعني لما بلشت بهذا المشروع بسهل، يعني لقيته أنه كتير صعب، لما بلشت شيء لقيته كتير هين لدرجة أنه ما بقي حدا ما ساعدني، خاصة رؤساء الأديرة تبع باع كفرة وتبع النية وتبع المحبس، اتفتح كل شيء وصار كل شيء هين. يعني كان مارشال بريد انه يكون هالكتاب مميز، نعم، فانشغل فريمان بطريقه حلوه وكل خطوه عملها مشيتها. نعم. وتغير شيء بحياتك من وقت ما عملت هيدا الكتاب؟ هو مغير من سنتين ثلاثه وقت طلع وادي القديسين، نعم، بس هيدا اكيد بيزيد، يعني عم بيعطيك هالقوه انك تكمل سبع كتب فعلا من خلال بخلال سنه كمان. في كمان بالكتاب كثير حلو انه عدف انه اكيد في نصوص وفي معلومات وفي صورك الرائعه، في كمان لوحات لفنانين، في قصائد، في قصائد. ليه حبيت تجمع هالجميع كل هالاشياء بكتاب واحد؟ لانه هيدا حلو منك كرم، يعني لانه الكاتب ما بحب يحط اشياء ثانيه غير هو شو بحب يعمل. كيف ليكي ثقبت انه كلهم كمان تفتحوا هيك بطريقه عفويه؟ يعني في شخص صديق حب يعمل شعر، في ناسك اجى قاعد ست اشهر بلبنان كتب عن بوادي القديسين، نعم، اخذ عنه انجلي الماني، نعم، فكمان عنده قصيده كثير حلوه عن مضبوط حطيتها بثلاث لغات، نعم. وفي اهم موضوع عندي انا هي وقتها اجت امه لتزوره، كمان شيء تاكس كثير كثير حلو، ضحكت عنه انه ما فتح لها الباب، ما فتح لها الباب، هيدا اول مره بتترجم بثلاث لغات وبتحط بطريقه حلوه، نعم. وفي اشياء مش موجوده اصلا، ما حدا شايفها، يعني كمان نازل الكتاب ما راح احكي عنها بحلو اكيد انا الكتاب صار موجود بالمكتبات، نعم، وموجود بدار عنية وبيبقى كفرة كمان، يعني بالمحلات اللي بيزوروها الناس كرمال يعرفوا اكثر. وهذا الكتاب بالذات هو ندر، يعني منه تجاري، نعم، يعني سعره كثير حلو، اللي بيشتريه عم بيفيد الكل، يعني نعم. واهم شيء انه هو عم بيعرف عم بيكتشف اكثر، مزبوط انه بيقول مرشق بتضوي على امر رائع انه وقت دق عليه امه لمرشربل ما بيفتح لها، بيقول لها انا بشوفك بالسما، وانت بتقول كمان هذا الشيء، بتقول انه باخر الكتاب بتقول مسيرتي بدت اليوم وكتبي اليوم بتلونوا بذخيرة الله، يعني ولما دربك مشيت
وعلى لما يا مشرب اللي مشيت على الارض وناطرك لعينك بالسماء. كثير حلو يعني حضرتك كسرت شاعر. لا هيدي طلعت بالنحو بالدارج. حلوه حلوه كثير. من القلب انت بس ما حبيت ترجمها بقيت بالعربي الدارج. مش اذا بدك تصور هالمومون اللي انت رح تعينق مشرب بالسماء كيف بتصورها؟ ليك هو كله حلم. قصة تعملي كتاب عن قديس صعبة كتير، مسؤولية كبيرة أول شيء لأنه هي شغلة عالمية، ومار شربل بنعد من المزارات العالمية الثالثة ولا الرابعة يعني صح. في كتير عليه. فأول شيء مسؤولية إنه ما يكون في أغلاط لأنه ما حدا بيرحمك بعدين. ما في شك. وتاني شيء في بتحس إنه انجبرت اعمله بطريقه مميزه لانه هو فتح لي البيت، يعني هو اذا بدك صار يمهد لي كل شيء. ما في شك. روح القديسين بجميع الاعمال الانسان بيقدم لهم اياها كمان، نحن بنتشكر حضورك ريمو يزبك والله يكون معك بهالسلسله الكتب للقديسين الرائعه اللي بتعملها كمان. ميرسي بوكو. ميرسي لك. مشاهدينا الكرام انا بشوفكم هاي الخميس، ولكن بحب رحب ريبيكا بالاستوديو. بونجور ريبيكا. بونجور كارين. كيف صحتك؟ الحمد لله. اليوم بعرف انه ما